التشابه الكبير بين اليابانيين وحتى الصينيين بيخلينا نعتقد وكأنهم توائم بسبب التشابه الملحوظ، والجميع بيعتقد أو فسر التشابه بين اليابانيين هو بسبب القنبلة النووية هيروشيما، والسبب أن القنبلة تسببت تشوه عدد كبير من الأجنة، واعتقدوا أنه هذا السبب اللي خلى ملامحهم تكون موحدة ومميزة لدرجة ما نقدر نفرقهم عن بعض. لكن بالحقيقة هذا الاعتقاد ما له أي أساس من الصحة، والدليل على هذا الشيء هو الصور اللي عم تشوفوها هلأ قدامكم. هي الأشخاص يابانيين قبل حادثة هيروشيما بعشرات السنين، ومنلاحظ أنه أشكالهم وملامحهم مثل ما هي، يعني ما له أي علاقة بحادثة القنبلة النووية. اليوم الحلقة رح تكون جواب لسؤالين، الأول هو ليه اليابانيين بيشبهوا بعض، أما الفقرة الثانية هي رح تكون جواب لسؤال ليه اليابانيين ما بيشبهوا بعض. أكيد رح تستغربوا من السؤالين المتناقضين وشو ممكن تكون أجوبتهم. خلينا نعرف الإجابة مع بعض. لكن قبل ما تبدأ الحلقة بتمنى منك لو أول مرة بتشوف قناتنا أنك تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات وتكتب لنا رأيك بالتعليقات. مشاهدة ممتعة. بالحقيقة لو عرضنا على أي شخص عربي أو حتى أوروبي صور مجموعة من الأشخاص من شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا، فمباشرة رح يقدر يميز الشخص الياباني والصيني على أنه شخص آسيوي بغض النظر هو من وين. والأسباب رح تكون على عدة نقاط. أولا، شعوب شرق آسيا كلهم بينتموا لأصل واحد وهن من نفس السلالة، وهي سلالة المغول، والشعب المغولي رب العالمين خلقهم بشكل مميز، وهي العين المائلة ضيقة والشعر المستقيم والأنف الصغير، ومن بداية وجودهم على الأرض حافظوا على سلالتهم وما اختلطوا ببقية الشعوب، فالتزاوج كان يصير من نفس السلالة، وهالشيء خلى لهم طابع مميز بين الشعوب. وأيضا من أحد الأسباب هو اشتراكهم على نوع الأكل اللي بيأكلوه اللي بيعتمد بشكل رئيسي على الأسماك والمأكولات البحرية. بحث الدراسات بتقول أنه انتشار الوجبات السريعة والأكل الأمريكي في اليابان أدى لحدوث تغير في أشكال الأجنة الموجودة حاليا، وهالشيء بنقدر نلاحظه لو شفنا شخص ياباني عاش كل حياته باليابان وشخص عاش كل حياته بأمريكا، فرح نلاحظ أنه الشخص العايش بأمريكا ملامحه مالها مميزة مثل الشخص اللي عاش كل حياته باليابان، والسبب هو أنه بتغذى على أطعمة ووجبات مختلفة عن الأكل الياباني الرئيسي، وحتى طبيعة الجو بتختلف. يعني باختصار السبب الرئيسي للتشابه بين اليابانيين هو حفاظهم على سلالتهم وتمسكهم مع بعض لقرون عديدة، وأيضا اشتراكهم بنظام غذائي معين. ولو رجعنا للسؤال الثاني هو ليه اليابانيين ما بيشبهوا بعض؟ طيب قبل ما نبلش بالإجابة عن السؤال، برأيكم هل العرب بيشبهوا بعض؟ يعني بمعنى آخر، هل في درجة تشابه كبير بين العرب مثل اليابانيين؟ قبل ما تسرعوا بالإجابة وتقولوا أكيد لا، تختلف ملامحهم من شخص لآخر ومانهم مثل اليابانيين، خليني أقول لك أنه في تشابه كبير بينهم، وهالشيء أكيد ما له مقتصر فقط على اليابانيين أو العرب، وإنما على جميع الشعوب. فمثل ما شرق آسيا بينتموا لسلالة المغول، أيضا الأمريكان والأوروبيين وسكان شمال أفريقيا فيهم شيء من التشابه وبينتموا لسلالة القوقاز. مجموعة من الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية حاولوا يفسروا الموضوع وأطلقوا عليه اسم الظاهرة الإدراكية، تخلي من الصعب على أشخاص من عرق معين إنهم يتعرفوا على أفراد من العرق الثاني ويميزوا بيناتهم. فنحن كعرب بنشوف إنه من الصعب إنه نقدر نميز بين الأشخاص الكوريين واليابانيين وغيرهم، لكن لو عشنا معهم لفترة أطول وتعود نظرنا على وجوههم فمع الوقت رح نقدر بسهولة إنه نفرق بيناتهم. فالياباني لو شاف شخص كوري أو صيني أو حتى ياباني رح يقدر يفرق بيناتهم بسهولة، والسبب بيرجع للظاهرة الإدراكية. فهدول الشعوب قراب من بعض ومن نفس القارة وأيضا من نفس السلالة، فعملية التمييز رح تكون سهلة عليهم. لكن لو وضعنا شخص من اليمن ومصر والعراق، فكمان الياباني رح يشوف أنه جميعهم بينتموا لدولة واحدة أو قارة معينة، والسبب هو تشابه الملامح بين العرب. فأيضا هني رح يكون عندهم اعتقاد أنه جميع العرب بيشبهوا بعض تماما مثل اعتقادنا فيهم. ففينا نختصر موضوع أو مسألة التشابه بين شعب معين أو سلالة معينة هي الظاهرة الإدراكية. ولهون بتكون إجابتنا للسؤالين خلصت. بتمنى تكونوا استفدتوا منها وقدرتوا تعرفوا السبب الرئيسي للتشابه بين الأشخاص. سلام.